الوزير راه كنعيشوا أسوأ من نساء سوريا. سيد الوزير كنعيشوا واحد الوضع يندره الجبين. توسمنا فيكم الخير توسمنا فيكم الخير وكنا دائما سندا لكم في خرجاتكم في فاتح مي، ولم نجني شيئا لم نجني شيئا. وتصفيق الحضور هو عبارة عن تعبير صريح وحقيقي، لا ننتقي ولكن نحطكم نحيطكم علما. طفح الكيل طفح الكيل سي الوزير، لا عشنا لا علاقة لي بالأحزاب ولا علاقة لي بأي، لست مندسة ولكن سيد الوزير لحظة كلمة حنا سيد الوزير تخلق لا سيد الوزير تخلق تفوق راسنا تفوق راسنا، ولكن فعلا خاب الظن. إذن لازلنا في فقرات هذه البلوى. احنا يا معلم احنا جينا باش تعطونا حقوقنا. هذاك الدافع بعد انني التجأت ليه باش يعطيني ولو حوار ويعرف الملف المطلبي ديالي، لكنه بعد انه اقفل الباب في وجهي اضطرت وحاول الاسراع بالخروج من سيارته من قدام من امام مقر المكتبه الوسائطيه، فاضطريت كطريقه اللي بقات لي بس رطامي تحت السياره ديالو لربما انه يحن ويخرج ويقول لي اش عندك السي المواطن المغربي، راه انا هي ولد الشعب وبنحل لك المشكل، ولكني في الاخير امل على انه لا علاقه له بالشعب وانه وصل للسلطه وداك الشيء اللي بغى وتنزع على مختلف ما كان تينادي به في البرامج ديالو في مقدمتها وهو محاربه البطاله والقضاء على 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 الفقر، الفقر الذي اصبح ياكل ويجب في جميع المناطق بالمغرب ومقدمتها مدينه مراكش. هذا هو الدافع، الدافع هو انني صافي قررت انني نقضي ونوضع حد نهائي للحياه ديالي امام من طرف رئيس الحكومه المغربيه السي العثماني رئيس الامين العام لحزب العداله والتنميه. احنا جينا نحضروا كما الناس جينا نحضروا، كانت الندوه مع 4:30 جينا نحضروا لها، تيقول لك احنا مدسوسين عليهم باش نخسروا لهم، احنا ما مدسوسين ما والو، جينا ملف كي يهمنا اللي هو الحمايه الاجتماعيه جينا نحضروا له ونطرحوا سؤال على رئيس الحكومه. شتوا راه انتم شتوا التصرف اللي تصرف معنا مع الاسف الشديد، ان هذاك التصرف اصدر من رئيس الحكومه، وحنايا الخاب الظن ديالنا في رئيس الحكومه بهذا التصرف اللي دار معنا. احنا كمجازين وخرجت قالوا لي غادي تلاقي معاه برا وغادي يجلسوني معاه، خرجت على برا ولكن مع الاسف قال لي غوتي لداخل صافي سيري هضري مع الناس الاخرين. اللي ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.